صباح الخير مشاهدي قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بالشقلوب. بداية بعتذر عن عدم وجود زميلتي النهاردة شيماء عصام، وذلك بسبب تعب مامتها. نرجو لها الشفاء العاجل بإذن الله. قبل ما أبدأ حلقتي النهاردة حابة أذكر قصة قصيرة كده. كان في طفل مامته وباباه بينهم مشكلة كبيرة واتطلقوا وسابوا الولد ده في الشارع. فكان في دكتور عنده مؤتمر عاجل جدا، والمفروض ان الدكتور ده لازم يحضر المؤتمر ده. فعمال يحاول ان هو يروح المؤتمر ده يمين وشمال، ويحاول يدخل من اي سكه. كل السكك للاسف كانت زحمه جدا. فلما لقى ان مفيش امل، لقى الطفل ده قاعد بيعيط. فراح ساله: مالك خير؟ فقال له: انا نفسي بصراحه ان انا اتعلم، وانا للاسف بابايا ومامتي اتطلقوا ومفيش اي مجال ان انا اروح مدارس او اتعلم. فالدكتور ده قال له: خلاص انا اللي هعلمك، وانا المتكفل بان انا هوصلك لمراحل في التعليم قويه جدا باذن الله. بالفعل الدكتور ده تكفل بتعليم الطفل ده لحد ما وصل، لان هو بقى اشهر دكتور مصر، اشهر دكتور في مصر في امراض القلب. طبعا الدكتور اللي ساعد الطفل ده هو دكتور مجدي يعقوب. كلنا نحب نشكر دكتور مجدي يعقوب، وان احنا كمان نجعله مثل اعلى لينا، ونقتدي بيه في ان احنا بنساعد الناس ان هم يوصلوا للحاجه اللي بيحلموا بيها. ومش شرط المساعده ان هي تكون ماديه، ممكن اساعد بان انا اعمل حاجه، بان انا بدل ما اشوف حد محتاج واديله فلوس في ايده، لا، ان انا اروح اجيب له اكل، او ان انا اتكلم معاه. يمكن هو في حاجه للكلام اكتر ما هو في حاجه ان انا اساعده بالفلوس. طبعا كل النهارده هيكون معانا في حلقتنا تغطيه المؤتمر الطبي للاوعيه الدمويه، لجراحات الاوعيه الدمويه، المؤتمر السابع اللي كان مقام في الاسكندريه. بس بدايه، كل البنات بتهتم ببشرتها وشعرها وبجمالها وازاي تظهر في احسن صورها. بس قبل ما نهتم ببشرتنا وشعرنا وجمالنا، بننسى حاجه مهمه جدا، وهي الاهتمام بالصحه. ازاي نهتم بصحتنا علشان اكون فعلا جميله، جميله من جوه ومن بره. قبل اي حاجه لازم ابتعد خالص 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 عن السكريات، لان السكريات يعني سم قاتل. السكر والملح، اي حاجه بيضة هي سم قاتل. طبعا الاعتدال فيها كويس، لكن المبالغه فيها وحش جدا. فطبعا في ناس كتيره احنا نعرفهم بيخلوا اولادهم كمان ياكلوا السكر، مش مجرد ان هم بياكلوا هم سكر كتير، او ناس مثلا بتحط على الشاي 3 معالق سكر او 4 معالق سكر. لا يا جماعه، يعني بالراحه قللوا السكر شويه. كل ما قللتوا الكميه، يعني مثلا انت لو بتشرب شاي 3 معالق سكر، قلل الكميه بالتدريج، معلقتين، معلقه، هتلاقي نفسك بعد كده مش عايز ان انت تحط سكر كتير، وفي نفس الوقت انت مش هتتعب ولا هتحس باجهاد ولا هتحس باي امراض بعد كده ممكن توصل لي بعد الشر انك يبقى عندك مرض السكر. طبعا حاجه مهمه جدا كمان ان احنا نقلل من المشروبات الغازيه، لان المشروبات الغازيه خطيره جدا وبتؤدي لامراض خطيره جدا 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 فوق ما احنا نتخيل. في اهالي برضو بتدي لاطفالها المشروبات الغازيه بكثره جدا، وما بتهتمش ان هي ازاي تلغي المشروبات دي من البيت. على فكره احنا لو عودنا اطفالنا ان المشروبات الغازيه دي ما تكونش متوفره دايما في البيت، او ان انا مش لازم كل ما ابقى جاي من بره اجيب معايا ازازه بيبسي وانا جاي البيت، هات بدلها ازازه عصير، ويا ريت بلاش عصير كمان في البيت، نعمله فريش احسن. كل ما كان عندنا الفواكه والخضروات في البيت وعملنا عصاير فريش، كل ما كان احسن من المشروبات الغازيه، لانها فعلا خطر فظيع. من الحاجات كمان الخطيره جدا هي الاطعمه المعلبه، لان بيبقى فيها نسبه مواد حافظه عاليه جدا جدا جدا، فبتؤدي لامراض خطيره كمان. كل ما بعدنا عن الاطعمه المعلبه وتوجهنا ان احنا نعمل الاكل في البيت بطرق صحيه، وطبعا الطرق الصحيه كتيره جدا، ممكن نعمل عنها سيرش على النت، الموضوع مش صعب ابدا. ان انا اوفر اللحوم والدواجن والاسماك دايما عندي في البيت، وان انا اعملها بطرق صحيه، ان انا دايما ادخل الخضروات في اكلي، دي احسن بكتير من ان انا اكل اطعمه معلبه او كمان اطعمه جاهزه زي الاكل بره. ان انا كل ما باكل بره ده بيزيد من معدلات السمنه، وكمان بيزيد من الامراض، لان انا معرفش جوه المطبخ ده الشيف سواء مهما كانت نظافه المطعم، انا مش مؤمنه ولا شفت بعيني. اما هو انا مش هؤمن بالحاجه الا لو شفتها بعيني،
وطبعا اكيد ما فيش اي مطعم هيرضى يدخلني المطبخ ابص جوه المطعم ده اذا كان الاكل فعلا نظيف، هل هو مغسول كويس، هل هو عمره ما هيوصل ابدا للاكل اللي موجود في البيت. طبعا من الحاجات المهمه جدا لصحتنا ان احنا نقسم عدد وجبات الاكل، يعني بدل ما انا باكل 3 مرات في اليوم لا خليهم 5 مرات في اليوم، اكل 5 مرات في اليوم بس بكميات قليله، يعني بلاش كل ما اكل اخلي كميات اكل كبيره جدا فباكل بشراهه فباكل كتير فبتخن، لا اخلي كميات الاكل متوزعه على مدار اليوم. كمان لما اجي احط الاكل في الطبق بلاش املى الطبق على اخره او ان انا اجيب طبق كبير، لا هات طبق صغير وحط كميه قليله، خلصت الكميه اللي انت اكلتها حط كميه تانية، بدل ما هتاكل كميه كبيره من الاكل وانت مش حاسس بالعكس انت هتاكل كميات صغيره وكمان هتكون مشبعه. قبل ما تبتدي الاكل كل طبق سلطه كبير هيحسسك بالشبع، واهم من ده كله كمان شرب الميه، ان انا كل ما هشرب ميه كتير جدا كل ما هزود عدد كوبايات الميه في اليوم، يعني المفروض المعدل الطبيعي 8 كوبايات، طب انا ازودها كمان يعني كل ما هشرب كل اول ما تصحى من النوم اشرب لك كوبايتين، بعد شويه اشرب كمان كوبايه، وهكذا وهكذا على مدار اليوم هتلاقي نفسك شربت ميه كتير جدا وهتلاقي نفسك فعلا حاسس بالشبع وحاسس بفرق في بشرتك وشعرك وحاسس بفرق في صحتك عموما. طبعا مهم جدا ان احنا نركز على اللحوم الخاليه من الدهون، ما ينفعش دايما ابقى بسعى ان انا ادور على اللحمه اللي فيها دهنه، لا انا عايز الحته اللي فيها العصب دي حلوه قوي، لا بلاش اللحوم اللي فيها الدهون يا جماعه، الدهون بجد مضره جدا. هنرجع نكمل كلامنا تاني عن اللحوم وعن طرق التغذيه السليمه، بس هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مشاهدي برنامج بالشقلوب. النهارده كنا بنتكلم عن اهميه الصحه وازاي ان احنا كلنا لازم نهتم بصحتنا ونحافظ عليها، لان احنا لما نكبر اكيد محدش هينفعنا لما نتعب، محدش هيسندنا لما نتعب، محدش هيسندنا غير صحتنا وقد ايه احنا بنحافظ عليها. من الحاجات المهمه كمان جدا الاقلاع عن التدخين، طبعا الناس المدخنه حاسين بالاجهاد على طول، بان هم ما يقدروش يطلعوا السلم بسهوله، بان هم دايما تعبانين، طبعا هم لو مش حاسين بالاعراض دي كلها دلوقتي اكيد بعد كده قدام هيبتدوا يحسوا بيها، ان هي بتعمل رائحه نفس كريهه جدا، ان هي بتعمل امراض في القلب والكبد، طبعا كلها امراض مش كويسه، فيعني يا ريت نبتعد عن التدخين لانه هو من العادات السيئه جدا، وكمان بالنسبه للستات بيؤدي الى ظهور التجاعيد ودي حاجه اكيد مش لطيفه لاي ست. طبعا كمان من المهم جدا لصحه الانسان ان احنا نمارس هواياتنا، الهوايه اللي هتكون زي القراءه، السباحه، ان انا اغير المود، ان انا اروح مكان جديد، حلو جدا ان احنا نحاول نسافر حتى بابسط الامكانيات، مش لازم ان انا اسافر دول العالم كله، لا يعني خلينا جوه مصر مثلا ونلف ونشوف قد ايه مصر جميله وقد ايه فيها اماكن كويسه جدا ممكن نستمتع فيها. مش بعيد خالص عن صحه الانسان والاهتمام بيها ممارسه الهوايات، بالعكس ده من الحاجات المهمه جدا اللي المفروض اي انسان يعملها واللي هتاثر على صحته بالايجاب اكيد. من الحاجات المهمه جدا كمان النوم الجيد، النوم الجيد اللي هو بمعدل 8 ساعات يوميا وممكن من 6 ل 8 ساعات، لازم انام ال 8 ساعات بتوعي ومن ضمنهم اوقات القيلوله، الوقت اللي انا بنام فيه ده فعلا بيأثر عليا بالايجاب، الوقت ده فعلا بيخليني صاحيه رايقه، بيخلي المخ ياخد كفايته وراحته من النوم، فبيصحى قادر ان هو يستوعب زي ما احنا بنقول كده بالعاميه استوعب البشريه، يعني بقدر اقوم اعرف اتعامل لان انا لو ما نمتش كويس مش هقدر ان انا استوعب. طبعا لازم ابعد كمان عن ان انا اشرب كافيين بعد الساعه 2 الظهر، يعني ممكن اشرب فنجان القهوه بتاعك الصبح واستفيد بيه واستفيد بالحاجات المفيدة في الكافيين وفي القهوة صباحا، بلاش بعد الساعة 2 ظهرا لان هي هتخليك تسهر وكمان مش هتبقى مفيدة زي ما بتشربها الصبح. طبعا من الحاجات المهمة جدا كمان الضحك، في ناس كتيرة جدا خلاص لغت سياسة الضحك من حياتها، بقت عاملة ازاي مكشرة،
طول ما انا ماشي مكشر وبوري الناس الوش الوحش، بس ما بضحكش ابدا. اضحكوا يا جماعه، يعني تبسمك في وجه اخيك صدقه. طبعا من فوائد النوم كمان ان هو بيقلل التوتر، بيخليني اهدى، ما بيخلينيش على طول تنشن ومتعصب، بيخليني رايق، بيقلل الهالات السوداء، بيقلل الامراض كمان اللي مش كويسه. طبعا كل الحاجات دي مهمه جدا، ومهم جدا ان احنا نهتم بصحتنا علشان ما نوصلش لامراض خطيره وامراض مش كويسه. من ضمن الامراض اللي انتشرت في الاونه الاخيره، ومش في الاونه الاخيره، بقالها عمر كامل، هي امراض الاوعيه الدمويه. بس للاسف احنا ما كانش عندنا مكان متخصص في الاوعيه الدمويه فقط. من خلال مؤتمر الجراحات الاوعيه الدمويه في الاسكندريه، تم افتتاح اول مؤتمر، اول مركز جراحه اوعيه دمويه بالمنصوره. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. اتشرف بحضور دكتور هشام شرف الدين، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه بجامعه المنصوره سبق. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا احنا حريصين كل الحرص بشكل سنوي ان احنا نقوم بالتغطيه الصحفيه والاعلاميه الخاصه بالمؤتمر الاوعيه الدمويه والقدم السكري. عايزين حضرتك تلخص لنا النهارده المؤتمر كان بيتكلم عن ايه للساده المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمر جراحة الأوعية الدموية بيغطي جميع الأمراض التي تصيب مريض الأوعية الدموية اللي بيتردد على العيادة الخارجية، أو بيجي مستشفى الطوارئ بحالات حادة زي انسداد الشرايين أو انفجار في الشرايين نتيجة التمددات الشريانية أو انفجار الوصلات الشريانية نتيجة التهابات، أو المرضى المدمنين اللي بيجي لهم تمدد في الشرايين نتيجة التلوث اللي بيحصل في مكان الحقن. دي حالات حادة وبتحتاج تدخل سريع. أما الحالات العادية فطبعا جراحة الأوعية الدموية بتستقبل أكثر من 150 مريض أسبوعيا بيعانوا من مرضى القدم السكري، مرضى تصلب الشرايين الطرفية، مرضى تصلب الشريان السباتي، مرضى التمددات الشريانية في الشريان الأبهر أو شريان البطن. وده عدد كبير من المرضى اللي بيحتاج تدخل سريع وتدخل خاص ومكافئ لهذا المرض، سواء بالجراحة أو باستخدام الأساطر التدخلية. مريض القدم السكري كيف يتنبأ بحدوث خطر علشان يتعافى من الموضوع ده؟ لأنه حضرتك عارف أن القدم يعني شيء أساسي في حياة الإنسان علشان شغله وعمله، وغير كده أن بينهار بيوت بسبب الموضوع ده. فإزاي أنا كمريضة أتنبأ بوجود خطر وأن أنا ألجأ لموضوع التشافي والتعافي هذا؟ ولهذا سؤال مهم جدا بيخص مرضى السكر اللي هم بيمثلوا حوالي 12 مليون مريض في مصر. هؤلاء المرضى تهم بيتعرض لما يسمى إصابة القدم، وإصابة القدم ممكن تكون إصابة نتيجة التهاب الأطراف أو التهاب الأعصاب الطرفية أو التهاب وانسداد الشرايين أو الالتهابات المعدية البكتيرية اللي بتؤدي إلى وجود صديد وغرغرينا في القدم. الثلاث أنواع دول من المرض بنقدر نعالجهم عن طريق التشخيص المبكر. ثاني حاجة، في حالة وجود انسداد سواء انسداد جزئي أو انسداد كامل، بنحتاج إن احنا نستخدم الأساطر التداخلية لتوسيع هذه الشرايين و يعني منع حدوث البت مثل هؤلاء المرضى. الحقيقة المريض دلوقتي عاد عنده وعي، لما بيجي يحس بألم في رجله بيكشف في أماكن مختلفة. أهم حاجة هو إن احنا ناخد المريض اللي عنده هذا الانسداد، لأنه بيدخل في التشخيص إن هو ممكن يكون نتيجة إصابة في العظم، إصابة في العضلات، إصابة في الأعصاب. لكن أهم حاجة إن أنا أجيب المريض اللي عنده انسداد في الشريان، أشخصه مبكرا، أبعته للعلاج المبكر في جراحة الأوعية الدموية، بحيث إن أنا أقدر أنقذ قدم المريض ده من البتة، خصوصا لو كان هذا المريض بيعاني من ضغط السكر، من الضغط المرتفع، او مريض السكري، او من المرضى المدخنين، لان التدخين له اثر مباشر على انسدادات الشرايين الطرفيه. انه
نقدر نقول انه حصل طفره في علاج القدم السكري، ونقدر ان احنا نبشر مرضانا اللي اصابهم المرض القدم السكري بان شاء الله سوف يتم التشافي السريع. لكن انا برضو عايزه اعرف نسبه التشافي في مصر، هل في تطور يعني؟ ايوه الحقيقه معدلات الشفاء ومعدلات العلاج اصبحت مشابهه للمعدلات العالميه الحمد لله. نسبه البتر انخفضت بنسبه 70% لهؤلاء المرضى نتيجه التشخيص المبكر والعلاج باستخدام القساطر التداخليه دون اللجوء للجراحه، وده كمان بيساعد على ان المريض يخرج من المستشفى في نفس اليوم، ما يحتاجش انه يقيم في المستشفى لانه ما فيش فيه جروح، ما تدخلش العنايه المركزه. نسبة استخدام الدعامات برضو موجودة في عدد من المرضى، وده اللي بيحافظ على ان الشريان يظل مفتوح. حديثا تم استخدام البالونات الدوائية والدعامات الدوائية للإبقاء على الشريان في حالة جيدة لفترات طويلة. المهم في المرضى دول ان هم يحافظوا في تنظيم السكر في الدم ويتابعوا لعدم حدوث انسدادات مرة أخرى في هذه الأماكن. يعني مجهود مبذول، كل سنه بتتطوروا اكتر، فخورين بيكم قدام العالم العربي. نحن يعني وصلنا لمرحله كبيره جدا من التعافي بالنسبه لهذا المرض الخطير اللعين في كل بيت مصري، وما زال منتشر، لكن الحمد لله نسبه اختفاء حضرتك بشرتنا باخبار سر. شكرا جزيلا لحضرتك، فخورين بيكم. شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الاستاذ الدكتور سيد عبد الغفار، معالي الأستاذ الدكتور أشرف فاصل رئيس جامعة المنصورة، راعيان المؤتمر، السادة الأساتذة والزملاء الأعزاء، حضرات الضيوف والإعلاميين، سلام الله عليكم. تحية عطرة يحملها الأثير من لقاع لا تعرف المستحيل، اختمشت ربوعا من البصر بين جانبين. جامعة تعددت مراكزها فأنجزت وارتقت ركائزها، منظومة الأجساد خططها وترى لكل الجوارح منفذها، بكورة الأعمال كانت مساليبها، ما خبت حياة ما دام القلب مركزها. السادة الأفاضل، الحضور الكرام، أهدي إليكم تحية جامعة المنصورة بمناسبة قرب افتتاح مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، والذي يعد الأحدث إن لم يكن الآخر في المراكز الطبية المتخصصة، ليأخذ بعصر السباق التتابعي الذي تمتلكه كلية طب المنصورة بدءا من مركز المسالك ومرورا بالجهاز الهضمي والعيون، يصبحوا 14 مركزا في غضون بضع سنوات، رافعة شعار الأعلى دائما والأقل إهدارا للبال والوقت والمجهود، تعليم وتعلم، بحث وتدقيق وتمحيص، أيدي مصرية وخبرات عالمية، لتصب في نهر المعرفة للطبيب المصري وبرزخ الاستشفاء للمريض المصري. تحية لكم في المؤتمر السنوي السابع لجامعة المنصورة، استكمالا لحلقة التعليم والتعلم، نلتقي فتتعارف القلوب وتتقارب الأيدي بالسلام، ونتحاور فترتقي العقول وتتخمر الأفكار على أمل اللقاء في الأعوام القادمة إن شاء الله. أتمنى لكم مؤتمر موفق، ويتفضل السادة الأفاضل بابتداء جلستكم. طبعا من خلال تغطية برنامج بالشقلوب لمؤتمر الأوعية الدموية في الإسكندرية، عرفنا معلومات كتير جدا قيمة من خلال دكتور مسعد سليمان، أستاذ دكتور استشاري الأوعية الدموية بجامعة المنصورة. طبعا دكتور مسعد سليمان غني عن التعريف،
دكتور متميز جدا وافدنا بكل المعلومات، ده غير انه كان هو رئيس المؤتمر الدولي السابع لجراحات الاوعيه الدمويه والمؤتمر الاول لمركز جراحه الاوعيه الدمويه والقلب والصدر بجامعه المنصوره. فمن خلال مناقشتنا مع الدكتور ومن خلال التقارير اللي عملناها، سالنا الدكتور عن الكدمات اللي بتظهر في جسم الانسان فجاه، وان احنا كتير دايما بنقول الكدمات دي ممكن تكون مثلا سحر، ممكن تكون مثلا حسد، ممكن تكون مثلا اي حاجه، ممكن تكون واحده غيرانه مني فقرصتني مثلا. لا، الكلام ده مش صحيح ابدا. الكدمات دي بتكون امراض فعلا في الاوعيه الدمويه. واحنا سالنا دكتور مسعد سليمان عن الكدمات دي، وكمان سالناه عن اهميه الامراض الاوعيه الدمويه والتوعيه بيها، وهو وجهنا من خلال التقرير اللي احنا هنشوفه دلوقتي. المؤتمر الأول لمركز جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة والمؤتمر السابع لقسم الأوعية الدموية بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور مسعد سليمان أستاذ الأوعية الدموية بجامعة المنصورة. رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة ورئيس مؤتمر الأوعية الدموية، النهاردة اليوم المؤتمر السابع للأوعية الدموية، حضرتك حابب توصل بالمؤتمر لإيه قبل أي سؤال تاني؟ هو طبعا عاوز أوصله في آخر الدنيا، إنما هو هدفنا إن مؤتمراتنا ما تبقاش في المجال المحلي، وعشان كده أنا بقول لحضرتك اعتبريه ده تصريح مني. السنة الجاية إن كان في عمر إن شاء الله هتشوفي المؤتمر ده انتقل إلى حاجة تانية خالص، لأن هيبقى المؤتمر اسمه إيجي فاسك اللي هو ممثل لمؤتمر الأوعية الدموية في مصر. إيجي فاسك 2020 اعتبر إن ده تصريح خاص بيكم، هيبقى في الأقصر إن شاء الله من 10 إلى 13 ديسمبر. ده هيبقى مؤتمر بحضور أجنبي غير مسبوق، وبالتالي إحنا بنقول دلوقتي اللي أنا عاوز أوصله هو أعلى مستوى من الورقات البحثية، أعلى مستوى من المحاضرين عشان يفيدوا الجموع اللي موجودة وإن هم يتبادلوا معهم الأفكار، وبالتالي إحنا اللي مهدنا له في السنوات السابقة بدأنا دلوقتي نحطه على الطريق السليم ناحية عالمية مؤتمرات المصرية. طيب دكتور مسعد، احنا دايما يعني بما اننا في ناس بسيطة كتير جدا مش عارفة ايه هي الاوعية الدموية وايه هي خطورة الاوعية الدموية في التأثير على حياة الانسان، فممكن حضرتك تشرح لنا اكتر عن الموضوع ده؟ الحقيقة هي مشاكل الاوعية الدموية مرتبطة بثلاث اجهزة داخل الجسم، هي الشرايين والاوردة والاوعية الليمفاوية وبعض الاعصاب الطرفية. يعني ما اقول لك ان امراض الشرايين بما فيها يعني اما ضيق في الشرايين او انسداد في الشرايين او اتساع في الشرايين، يعني اي حاجة في جدار الشريان بتتغير بينتج عنها مشكلة في العضو المصاب بهذا الشريان. يعني ما اقول لك الشريان اللي بيغذي الرجل لو حصل فيه ضيق الدم مش هيوصل للاطراف، المريض هيحس باختناق في الرجل، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يبذل مجهود، يقول ان انا رجليا بتجهد بسرعه، يبقى ده معناها ان هو في عنده مشكله في وصول الدم للاطراف. المريض اللي عنده مشكله في الاورده وحصل اتساع في الاورده، ما نسميه بالقصور الوريدي المزمن او انتساع في الاورده السطحيه اللي بنسميه الدوالي، في الحاله اللي المريض يحس بيه طول الوقت يقول لك ان انا حاسس برجليا بتورم في نهايه اليوم، ما بقدرش ان انا اقف عليها، بحس كانها مخنوقه. بعض الناس يديكي تعبير يقول لك انا حاسس ان انا اللي شايل رجليا مش هي اللي شايلاني. الاحساسات دي كلها معناها ان في مشكله جوه الاورده. انسداد الاوعيه الليمفاويه ده ما نسميه بيه مشكله رجل الفيل، وده بيمثل قطاع كبير جدا من مشاكل الاوعيه الدمويه. دي عباره عن انابيب رفيعه بتسحب الميه الزياده اللي بتتجمع في الاطراف.
الانابيب ديت بيصيبها العطب، يعني ايه؟ بتبقى كفائتها في السحب ضعفت او حصل فيها التهابات متكرره، ينتج عنها ان قدرتها على سحب الميه من الرجلين وقف، فتلاقي ان الرجلين تبدا تورم وتصل الى احجام ضخمه جدا، ممكن تيجي في رجل واحده او في الناحيتين، وبالتالي بتسبب اعاقه للمريض انه مش قادر لا يمشي ولا يمارس حياته، ناهيك عن الشكل الايه الجمالي. فبينتهي الموضوع ان هو يقول لك يا ريت تشيلوا رجلي دي لان انا ما كنتش مستحملها. فهل تتخيلي بقى ان مشاكل الاوعيه الدمويه متغلغله في كل جزء من اجزاء الايه الجسد، يعني ما فيش حاجه في الجسم ما فيهاش مشكله في الاوعيه الدمويه. عشان كده احنا بنرفع الوعي عند المرضى ان الاوعيه الدمويه بالنسبه لك دي هي ما نسميه بقى ده شريان الحياه اللي وصل لك، شرايين يعني لازم انك انت تهتم بيها، لازم انك تكون عارف انك تحافظ على شرايينك ازاي. عشان كده بنقول ان الناس النظام الصحي بتاعك، النظام الغذائي، النظام الحركي، المجهود اللي بتبذله، التدخين، محافظه على السكر، الوزن الزايد، كل ده في النهايه بيصب على شرايينك، يبقى حياه سليمه تساوي شرايين واورده سليمه. طب يا دكتور، حضرتك تطرقت لنقطة مهمة جدا ألا وهي الشكل الجمالي. دايما الستات بيبقى بالذات الستات بيظهر عندهم الخطوط دي وبيبقوا مضايقين منها جدا، فإيه هي سبل وقايتها وسبل علاجها؟ تمام. أول أنت حضرتك بتتكلمي عن نقطة باعتبار أن أنتوا الصحة والجمال، وده إحنا يهمنا أن ستاتنا كلها تكون جميلة وبصحة جيدة. الدوالي هي من الأشياء العامة وموجودة بنسبة عالية في السيدات، وده بسبب كذا حاجة، جزء منها هرمونات السيدات، ان الهرمونات اللي عند السيدة هرمونات الأنوثة بتؤدي الى ارتخاء في الأوردة. ليه؟ لان ده الهرمون ده بيساعد على، ربنا خلقه لها كده عشان يساعد على ارتخاء الرحم عشان يتقبل البيبي مع الحمل، فبيساعد على ارتخاء الرحم، لكن في نفس الوقت هو بيساعد على ارتخاء الأوردة كمان، يعني يخلي جدار الوريد من النوع الايه اللي مش قوي، ما يزقش الدم بسهولة، فالوريد اللي يرتخي الدم يتجمع فيه ويبدا يبرز تحت الجلد، مع تكرار الحمل، مع زيادة الوزن، مع الوقفة الكتير، بينتج عنه الأوردة دي تتسع وتدي شبكة، الشبكة دي هي اللي بتسميها الدوالي الساقين. لكن احنا بنقول اذا كانت الدوالي بسيطة وسطحية وفي طبقة واحدة، العلاج الامثل لها بيبقى بواسطة الأدوية او الحاجات الموضعية، لكن لو زادت في الشبكة دي عن المسموح به بنعمل لها جلسات حقن او ليزر. لو وصلت لمراحل ان حصل فيه ارتجاع في الصمامات، يبقى في حل دلوقتي بقى عن طريق ما نسميه بالأساطر التدخلية او ما نسميه بالتردد الحراري او بواسطة الأساطر الليزر، وده بينهي مشكلة المريض من ارتجاعات بدون جراحات، بدون ضاع للوقت، بدون المريض بيرجع لشغله مباشرة وبتنتهي المعاناة بتاعتهم. لكن النقطة اللي نحرص عليها ممنوع الإهمال، إما يبقى عندنا حاجة نحلها ونحلها في أولها قبل ما الأمر يتفاقم ويصل إلى مراحل نعجز عن حله مستقبلا. طب يا دكتور، إحنا سمعنا خبر كده اللي هو امتحان جامعة كلية الطب اللي حصل فيه مشكلة، ممكن حضرتك تكلمنا عليه بما إن حضرتك اللي كنت حاطط الامتحان ده؟ هو الحقيقة هو الامتحانات ما فيهاش مشكلة، إحنا عندنا سيستم للامتحانات، وهو إن الامتحان لو في درجات متفاوتة من الصعوبة الامتحان بيتحط بنسبة 50%، امتحان بسيط يقدر يجاوبه جميع الطلبة، نسبة 25% للطالب اللي هو في مستوى جيد جدا، و 25% للطالب المتميز. الامتحان أي بيخش على نظام معمول به بالكمبيوتر، إن السؤال نفسه بيقيم بالكمبيوتر، لو 70% من الطلاب ما حلوش هذا السؤال، السؤال بيتم إلغاؤه مباشرة، وبالتالي السيستم ده معمول بيه، وده سيستم شغالين بيه في جامعة مانشستر، وبيقلل العامل البشري في صعوبة الامتحان. عشان كده إحنا بنقول ما تعتبرش إن في امتحان صعب، لأنه في طريقة التداول للامتحان بعد كده كل طالب هياخد حقه، لكن إن هو في بعض الحاجات اللي هي إن الطلبة كانوا قلقانين شوية، وبالتالي
في بعض اللي هم الناس حاولوا يساعدوهم شوية، فظهر ان بقى في عدم نوع من الانسجام، ان في طلبة تم مساعدتهم في الامتحان وقاعات اخرى لا، وبالتالي كان قرار حاسم من رئيس الجامعة بان الامتحان يعاد، وتم اعادته وتم تقييمه من اللجان المعنيه بحيث ان هو يتوافق مع المنسوب العام من الطلبه انه هو في متناول الجميع. طيب دكتور، في دايما حاجه بتحصل للاطفال والامهات ما بيبقوش واخدين بالهم منها، يعني مثلا ممكن نلاقي طفل بيلعب مع اصحابه في الشارع وفجاه بيقع، فالام ما بتبقاش عارفه ان هي ازاي تعالج الموضوع ده. ممكن حضرتك تقول لنا هل ده دليل على حاجه في انسداد في الاوعيه الدمويه او مشكله ممكن تكبر بعد كده؟ هو ما يخص الاطفال اللي يحس بالاجهاد، هي الحقيقه هي حاجات متفرقه كتير، وديت من النقط اللي ما ناخذهاش على ماخذ السهوله والليونه، لان لو الطفل هو المفروض الطبيعي ان هو يبقى شقي وبيجري وبيتنطط وما يحسش باجهاد، لكن لو حس باجهاد في الحاله زي ديت لازم بالاول بندور على هل في مشاكل في القلب، هل في احيانا بيبقى في حاجه اسمها ارتجاع في صمامات القلب وتكون بدرجه خفيفه، لكن لو بذل مجهود زياده تبان عليه لازم استشاره احد من الاخصائيين الاطفال المعنيين بالقلب. احيانا بيبقى في خلل في نشاط الغدد زي الغده الدرقيه وده تديله اجهاد سريع، احيانا بتبقى المشكله بقى في الاطراف والمفاصل والاربطه، وبالتالي تخليه هو قدرته على ان هو يبذل مجهود ده جاي من الاطراف، لكن العامل للاوعيه الدمويه بيبقى محدود عند الاطفال باعتبار ان هو دي من الانسجه اللي لسه لا تتاثر في مثل هذا السن، السن يبدا من بعد ال 30 ال 40 وهكذا، لكن في الاطفال قليله قوي الامراض اللي بتصيب الشرايين فيه. طب يا دكتور، في خبر كده دايما بنسمعه او يعني خبر شائع او غلط بنسمعه اللي هو الكدمات اللي بتظهر في جسمنا، في ناس بتقول لك ده ممكن يكون سحر، سمعنا كده، في ناس بتقول لا ده لما حد بيزعل بيظهر له كدمات، وطبعا اكيد اكيد بيكون في سبب في انسداد في الاوعيه الدمويه برضو، فاحنا كنا عايزين نعرف المعلومه دي ايه صحتها. هو مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها سحر ولا كلام من ده، دي عوامل بيسببها الضعف في الاوعيه الدمويه السطحيه اللي هي بنسميها الشعيرات الدمويه، مع المجهود الكتير، مع الوقفه الكتير، مع زياده الضغط على الاورده الطرفيه، بعض الشعيرات بينفجر تحت الجلد ويدي كدمات، ودي من الحاجات اللي هي السهله والبسيطه، مجرد ما ان احنا بذلت مجهود كتير في خلال اليوم، في نهايه اليوم لما تروح ارفع الاطراف شويه، لما تروح ما تاخدش حمام سخن، يفضل انه يبقى حمام بارد عشان تقلل احتقان الاورده، في بعض الملطفات للاورده السطحيه بندهنها عليها وبتؤدي الى تقويه الاورده وتمنع هذه الكدمات، لكن هي مش حاجه خطيره ولا تعني اي شيء خطير، اللهم الا جت في اماكن اخرى، يعني ما تجيش في الرجلين، لا ده جت في جدار البطن، في الايدين، في الرقبه، في الوش، يبقى ساعتها بندور على ان هل في خلل في تجلط الدم، يعني في نسبه سيوله زياده ولا لا، وده بنقدر نحسمه عن طريق بعض التحاليل البسيطه، نعرف اذا كان في زياده في نسبه السيوله، وعلاجها بيبقى بسيط ان شاء الله. طيب يا دكتور، انا مبسوطه جدا بلقائي مع حضرتك، واتمنى دايما المؤتمر يوصل للعالميه مش بس هنا في مصر، بالعكس يوصل للعالميه كلها. احنا سعداء جدا جدا بوجودنا مع حضرتك، ويا رب كده يجعله في ميزان حسناتك. طبعا كلنا سمعنا من دكتور مسعد سليمان عن اهميه الصحه واهميه الاهتمام بيها، يعني لما ما بنهتمش بصحتنا او مثلا بلاقي رجلي تقيله شويه وجعاني فبقول عادي ده اجهاد، او ان انا في ناس كتيره جدا ستات بتلاقي رجلها وارمه فبرضه بتطنش عليها لحد ما رجلها بتنتفخ جدا للاسف، ودي بتبقى من احد امراض الاوعيه الدمويه اللي ممكن تؤدي بعد الشر لامراض اوحش منها وتتضاعف بعد كده. فاي حاجه تحصل لنا في جسمنا لازم ناخد بالنا، لازم نعود نفسنا دايما ان احنا نعمل تحاليل، نعمل اشعات، نطمن على نفسنا اول باول علشان بعد الشر ما نوصلش لحاجه احنا يعني حاجه مش مرغوبه او لامراض ما نقدرش نتفاداها بعد كده. طبعا في ختام المؤتمر الدولي السابع لجراحه الاوعيه الدمويه والمؤتمر الاول لمركز جراحه الاوعيه الدمويه والقلب والصدر بجامعه المنصوره، أعلن دكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة التوصيات التي حملت رسالتها على الخريطة الدولية،
والتي جاء على رأسها اتباع الطرق المثلى لعلاج تمدد الشريان الأورطي بين الجراحة والقسطرة المغطاة في ظل التوصيات العالمية، وأيضا مع مراعاة الجانب الاقتصادي عند اتخاذ القرار، والتأكيد على زيادة تدريب الأطباء على التدخل الجراحي عند الحاجة لذلك للأهمية. وكمان في حاجة مهمة جدا برضو كانت من ضمن التوصيات اللي في المؤتمر السابع لجراحات الأوعية الدموية، وهي إن طنين الأذن كتير مننا بيبقى عنده ودانه دايما فيها صفارة أو زي طنين، فبيستغرب فبيروح لدكتور أنف وأذن، فممكن إن هو يتشخص غلط فبياخد أدوية ما بتؤديش معاه لنتيجة إيجابية. فكان من ضمن التوصيات برضو إن حالات وجود طنين بالأذن والتي لا تستجيب للعقاقير الموصى بها من أطباء الأنف والأذن، ذلك لوجود أسباب اتساع الأوعية الدموية مثل اتساع أوردة العنق ووجود انتفاخات بالأوردة المحيطة بالأذن الوسطى أو شبكة من الأوردة أدت إلى تآكل عظام الأذن الوسطى. يعني الموضوع مش سهل أبدا، الموضوع كبير جدا، فإحنا ناخد بالنا ونركز إذا كان ده مرض في الأنف والأذن، وياريت الدكاترة يشخصوا صح، لأن الموضوع ده بجد مش سهل أبدا وبيؤدي لتضاعفات مش كويسة، إلى مضاعفات عفوا مش كويسة أبدا. طبعا من ضمن التوصيات أيضا استخدام الغازات الخاملة في تصوير الشريان بدلا من الصبغات. كلنا عارفين أن الصبغات اللي كنا بنعملها الأول بتؤدي لآثار مش كويسة على الكلى، فأثبت غاز ثاني أكسيد الكربون فعالية عالية في تصوير الشريان الأورطي في حالة التمدد. طبعا كمان من ضمن التوصيات استخدام أحدث الطرق لسرعة التئام قرح القدم نتيجة مرض السكري. طبعا أنا قلت لكم إن إحنا لازم نهتم بتقليل السكر، لأن إحنا لو ما قللناش السكر هيجيلنا أمراض صعبة جدا ممكن توصل لقرح في القدم، وممكن بعد شهر توصل كمان لبتر القدم. فمهم جدا إن إحنا ناخد بالنا من الحاجات دي. استخدام أحدث الطرق لسرعة التئام قرح القدم نتيجة مرض السكري باستخدام أجهزة ألفيك أو باستخدام محفزات النمو للأنسجة التي تسرع من بناء الأنسجة عن طريق تحفيز الخلايا الجذعية. طبعا كانت من أهم التوصيات اللي في المؤتمر واللي عجبتني أنا شخصيا إنه أهمية تدريب الأطباء وإقامة ورش العمل، وكمان اعطائهم دورات تربوية ودورات تعليمية حديثة تواكب العالم الخارجي وتواكب التطورات الحديثة في الطب. فدي كانت من أحد التوصيات المهمة جدا، لأن احنا أغلبنا ممكن نروح لدكتور يشخصنا غلط أو دكتور يكون مش فاهم أصلا، يعني ده يعني من الناس اللي هي دخلت كلية الطب لمجرد إن هم مجموعهم جاب كلية الطب، فطبعا ده بيأثر علينا احنا بالسلب وبيشخصونا غلط وبيدونا روشتات محفوظة مش مفهومة. فمن التوصيات المهمة جدا اللي عجبتني جدا 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 هي تدريب الأطباء وإنشاء ورش عمل، لأن الدكتور لحد ما هيوصل لأقصى مراحل التعليم لازم يفضل يتعلم أكتر وأكتر ويتعلم الوسائل الحديثة. طبعا من الأخبار السارة جدا إن المؤتمر إن شاء الله السنة الجاية هيكون في الأقصر وأسوان. فعلى هامش المؤتمر أعلن الدكتور مسعد سليمان رئيس جراحة قسم الأوعية الدموية والقلب والصدر بجامعة المنصورة بالتعاقد مع شركة بريم الإماراتية العالمية لتنظيم المؤتمر العالمي، والتي تدخل للعمل بمصر للمرة الأولى، والذي تنظمه الجمعية الأوروبية والمقرر انعقاده لأول مرة في مصر، حيث تم اختيار مدينة الأقصر لاستضافة المؤتمر بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2020. طبعا دي من الأخبار السارة جدا بالنسبة لنا، لأن هيكون فيها كل الأطباء العالميين هيكونوا موجودين في المؤتمر ده، ونرجو دايما أن مصر تكون في تطور وتكون في تطور في العلم. وشكرا جدا لدكتور مسعود سليمان على أنه دايما بيطور مين من جراحات الأوعية الدموية. طبعا قبل ما اختم النهارده حابه اشيد بالتنظيم الاعلامي للمؤتمر والتغطيه الصحفيه الاعلاميه بمسؤولي التنظيم وائل المنجي وبسمه الشحات وهاني الهلالي كاطلاله على التغطيه الاعلاميه الكبيره والتي شملت العديد من القنوات الفضائيه والمواقع الالكترونيه. وشكر كمان للمخرج والمصور اللي كان معانا طول فتره المؤتمر احمد افريكانو، وكمان لرئيسه التحرير نيفين احمد. اتشرفت جدا النهاردة وسعدت جدا بلقائكم، وأتمنى أشوفكم في حلقة جديدة جدا قريب بإذن الله.